السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو ديال نهار اليوم يلقاكم بصحة جيدة. كما كتشوفوا معايا طريقة ديال التشباك ديال الشباكية، كيجي على شكل وردة، كيجي التشباك جميل. مهم انا كنقطع غير يعني بالجرارة، نتوما الا كانت عندكم هذيك القطعة اللي كتقطع بنفس القياس كيجي يعني تقطع موحد ومسربيه دغيا. المهم انا ما تفرش عندي. هنا كما كتشوفوا آلة التوريق الماركة ايوا اللي كنخدم بها 180 مليمتر دو لوكس ماد ان ايطالي. نتوما الا ما كانتش متوفر عندكم ممكن تستعملوا غير يعني المدلك تلقوا به، خاصهم كيكون رقيق. هنا كنخدم بالارقام جوج كتدوز ليا لاباط غليظة، و 3 و 4 و 5 محل الارقام غادي كيكبروا يعني لاباط كترقاق ليا. مهم هاد الوراقة يعني عملية كتسربي لنا دغيا، خصوصا بالنسبة للناس اللي عندهم لي كوموند يعني يعني كتخدم لنا دغيا، كتعاوننا في التوريق وكتطلق لنا يعني بسمك واحد، وكتجينا الشباكية يعني موحدة يعني السمك ديالها موحد. مهم ندوزو باش نطلقوا العجين. هنا كما كتشوفوا هذا هو الفيديو اللي ما تصورتش ليا طريقه الشباك. هنا بعد ما كانت عندي كره ديال العجين طويتها طيه سامبل يعني تور سامبل، من بعد طويتها بحال على شكل مسمنه يعني تور دوبل. هنا خديت منها النصف، نتوما على حساب يعني العجين كما كيفاش عندكم، واش كبير ولا صغير. مهم هنا غادي نطلقوا بالطول كما كتشوفوا، ومرة مرة كنقلب العجين ديالي باش يطلق ليا فوق سطح العمل بكل سهولة. هاد الطريق ديال الطول يعني عملي يعني كنضيعوش في العجين. هنا كنطلق شوية بالعرض، بانت ليا ما عريضاش حيت الشباكية يعني الحجم اللي بغينا فيه الشباكية واش كبير ولا صغير. المهم هنا غادي ندوز باش نطلقها في الوراقه. هنا غادي ندوزوها في النمره جوج، يعني النمره جوج نمره يعني كدوز منها لاباط كتكون غليظه. هنا غادي نقص، غادي نديرها في النمره اربعه، نغرض بها انها تكون هي رقيقه يعني الشباكية. هنا غادي نقص تاني، مازال غادي ندوزها في النمرة خمسة، هي النمرة اللي كندوز فيها الشباكية ديالي. المهم انا بغيت نوريكم غير الطريقة ديال الشباك حيت ما كانتش واضحة في الفيديو. هنا غادي نقطع الجوانب ديال العجين بالشرارة بحال هكا، نحيد الزوائد. فرش عندي يعني هذيك القطع اللي كما سبق لي ذكرت. هنا كما كتشوفوا غادي ندير أربعة خطوط، هنا تقطع لي المقطع ديال كنوضح فيه ما بين كل شريط وشريط خاص يكون واحد سنتيم باش تجي الشباكية ديالنا نبغيو نشبكوها كتسهل عندنا في التشباك. هنا كنشد الاولى كنطيح الثانية، الاولى كنقلبها على الثالثة بالطريقة هذه، وكنطيح الرابعة، وهاد جوج شرائط الاول والثالث كنحطو على الخامس، يعني ما كنقلبهمش كنحطو على الخامس بحال هكا بهذا الشكل. وهاد الاطراف ديال الخامس كنجمعهم بحال هكا، هنا كيبقى كنهز ثلاثة في الصبع ديالي وجوج طايحين بالطريقة هذه كما كتشوفوا. هيا صافي، هنا كنحاول نجمعهم بحال هكا ولا بانوا لي، وكنوسع الاصابع ديالي بحال هكا،
ولا بان ليا هاد الجوانب يعني خارج يعني الشطوات كنقطعهم باش ما يتهجنش لي اثناء القلي. كما كتشوفوا كنحصل على ورده ونحطها. نعود معكم هاد الشباك ديال واحده اخرى. كنهز الشريط الاول كنحطو على الثالث يعني نقلبو على الثالث وكنطيح الرابع ودوك جوج شرائط اللي واحد فوق واحد كنحطو على الخامس يعني ما كنقلبهمش وكنجمع الاطراف ديال كما كتشوفوا يعني هزه ثلاثة وكنجمع الاطراف ديال الخامس بهذا الشكل يعني باش ما يتحلوش ليا وكيبقاو عندي جوج من الجهه اليمين كنحاول نقادهم يعني ندخل واحد وسط واحد كما كتشوفوا كنوسع شويه بالاصابع ديالي وكنكروس. هاد الجوانب باش ما يبقاوش ليا غلط بهاد الطريقه هادي كما كتشوفوا. صافي واحده اخرى كنهزو الاولى نطلقو الثانيه نقلبوها نحطو على الثالثه كنطيحو الرابعه ونحطو على الخامسه الجوانب كنجمعوهم بحال هكا صافي كنحطو هنا كنوسعو بحال هكا. هذه كنحاول نقادوها يعني جوج من هنا وثلاثه من هنا كما كتشوفوا يعني ثلاثه وهنا جوج كنحاولو نجمعو بحال هكا العجين ديالنا نحاول نشوفو نحاول نقادوها. انا كنت كنصور لقيت راسي ما كيبانش يعني هاد الطريقه ديال الشباك كما كتشوفوا. من بعد ما ساليت الشباك ديالي كتجي الشباكي على شكل جميل يعني على شكل ورده. مهم ما تنساوش ديروا لي لايك لعجبكم الفيديو وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. واللي باقي ما شاركش في القناه ديالي شارك بالضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. مهم خليتكم في امان الله والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.